رياض شن ديروا من فرحوا بابا وماما شن ديروا قروا شن ديروا ما سمحتش هو اللي يعطيك سلوكيات سلبية.
إذن بين مساعي المديرية العامة للأمن الوطني في إطار التنسيق المشترك، وهو إدراج مادة التربية المرورية لدى هذه الفئة أصدقاء الثقافة المرورية وتكريس أبعاد السلامة المرورية. إذن نحن كفاعلين في هذا المجال سوف نخصص دروس لهذه الفئة باعتبارها هي الفئة المعول عليها لسواق الغد، لأن تلميذهم هو سائق الغد، فيتم إعطائهم دروس نظرية وتطبيقية عن طريق إقامة حظائر المرورية التي تمكنهم من التشبع بهذا الفرع من الثقافة المرورية.